500 ليرة أقل من دولار واحد، ومع كل صباح يستيقظ المواطن على ارتفاع جديد يضرب الأسواق ويتوعده التجار بمزيد من الجنون في الأسعار. ووسط حالة الذهول من التضخم الهائل الذي وصلت إليه الليرة السورية، أسواق دمشق تشتعل والمحلات تهدد بالإضراب، ونظام الأسد بحكمته المعهودة حتى الدولار يريد إخضاعه بالسلاح. فلماذا حصل هذا الانهيار الكبير في اليومين الماضيين لليرة السورية؟ وكيف سيؤثر التضخم وفقدان العملة السورية لقيمتها على معيشة السوريين في ظل الظروف الراهنة؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا. وفي المحور الثاني، نساء دينستورا لا يمثلنني، حملة تطلقها نساء سوريات استنكاراً على من قام المبعوث الأممي باختيارهن لتمثيل السوريات في جنيف. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث سارع بشار الأسد إلى نفي ما نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني عن لسانه على أنه لا رهان على حل سياسي مع هذه المعارضة، وأن الحوار مع هؤلاء لن يجدي ولا رهان على الحل معهم. وكانت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك قد نشرت نفي الأسد لما نقل عنه في لقائه وفدا مما يعرف بالأمانة العامة للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة. ثم قامت الوكالة الرسمية سانا بنشر النفي بقولها: نفت رئاسة الجمهورية ما نقلته بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب إلى الأسد. وأكد بيان الأسد الرسمي الذي ينفي فيه ما سربه حزب الله نقلا عن لسانه أن ما يقوله الأسد يتم نقله فقط عبر مؤسسة الرئاسة، ليقول محللون إن التوبيخ جاءه من روسيا ليعود عن كلامه هذا. أكدت تقارير ميدانية توسع حركة الشراء للعقارات في دمشق وحمص من قبل التجار الإيرانيين، بينها أملاك تخص من هاجر من سوريا. الهيئة السورية للإعلام وثقت في هذا السياق عمليات بيع وإيجارات طويلة الأمد لشخصيات محسوبة على النظام، من ضمنها أراض كثيرة تتبع ملكيتها للدولة، وهو ما يسهل تمليكها للإيرانيين لاحقا بالتحايل على القانون. كما أشارت بعض الوثائق إلى أن فنادق عدة في قلب دمشق مثل الإيوان وآسيا ودمشق الدولي وفينيسيا والبتراء باتت جميعها ملكا للسفارة الإيرانية، إضافة إلى أسهم في فندق سميراميس الفخم. وسجل العام الماضي وصول نسبة الإيرادات الإيرانية للسوق السورية إلى نحو 35%، كما أن المناقصات الحكومية مفتوحة فقط للإيرانيين. تحدث محافظ الحسكة التابع لنظام الأسد عن الخدمات المتبادلة بين نظامه والإدارة الذاتية في الجزيرة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، وادعى المحافظ أن الشارع الكردي يلجأ إلى النظام بعد فشل الإدارة الذاتية في مشروعهم الانفصالية. في موضوع الإدارة الذاتية تركناهم واستفادوا من مؤسسات الدولة ومن البنى التحتية وأن من آليات الدولة ومن معدات الدولة ومن قطن الدولة ومن حبوب الدولة ومن نفط الدولة. صحيح. وقدموا خدمات ونحن نقدر لهم للخدمات التي قدموها، وكنا نستمع لهم وكنا نتحاور معهم وكنا نستجيب لبعض المطالب الذي يتقدموا فيه. صحيح. وقدموا خدمات ونحن نحترم هذه الخدمات، وهم أبناء الحسكة وهذا واجبهم، ولكنهم لم يصلوا إلى إقناع الشارع الكردي بأن هذه الإدارة الذاتية توصلهم إلى الحلم الكردي الذي يريد دولة كردستان الموحدة التي تقع على الجغرافيا الكردستانية من إيران إلى العراق إلى تركيا إلى سوريا. الشارع الكردي في مرحلة ضياع مرحلة ضياع، وكان يلجأ لنا وكنا نقول له لا خيار لكم إلا الدولة، ولا يستطيع أي حزب أن يحل محل الدولة. هناك لدينا من القادة السياسيين ومن أخوتنا الكرد وهم جيدين وأنا أتواصل معهم، الداخلي رجل طيب ومحترم ووطني بامتياز، وأنا أستمع له وهو يستمع لي وأناقشه وأحاوره في قضايا وطن وهو ملتزم، لكن هناك قضايا أكبر منهم وهناك قضايا خارجية تفرض عليهم. نحن نريد أن يتحرروا من هذا الكابوس الخارجي الذي يبعدهم عن حسكاويتهم. أظهر شريط مصور مجموعة من عناصر ميليشيا فاطميون وهم يسخرون من طائرات النظام في مطار تيفور بريف حمص. به این شکل سوریه در تسخیر مدافعان حرم قرار گرفته. الان دارن با هواپیمای میگ 25 دارن خرسواری.
قالت السلطات اليونانية إنها بدأت فعلا بإخلاء جزء لمخيم إيدوميني المحاذي لحدودها مع مقدونيا من اللاجئين، وذلك بعد أن قررت مقدونيا بدعم من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدودها إلى الأبد بوجه المهاجرين إلى أوروبا عبر أراضيها، فيما ذكرت العائلات السورية أن معاناتهم تفاقمت هناك لعدم وجود رعاية طبية ونقص المساعدات الإنسانية. برد وولد صغار، أنا عندي 7 من العيلة، شو بدنا نعمل فيهم هون يعني؟ يعني هلا انا بدنا ننتقل من هون على حساب بدهم ياخذونا على كم فوق ما ادري مخيم جديد، انه احسن يعني للاطفال، يعني في دفا في حمامات في شيء. لاني هون فقدت الامل على الخالص، كان عندي امل، كان عندنا امل 1% انه هالباب ينفتح، لكن الظاهر ان السلطات المقدونيه او دول البلقان بشكل خاص يعني ما حابين يخلونا نعدي من هون، فبدنا رايحين على يعني مكان يعني اذا ردنا نقول انه افضل شوي من المهزل اللي كنا عايشين فيه. في قصة تمت أحداثها على طريقة أفلام الأكشن الأمريكية، تمكنت شرطة ميلانو الإيطالية من إعادة إلقاء القبض على سوري فر من سجن سويسري مطلع شباط الماضي بمساعدة حارسة وقعت في غرامه بحسب مصادر من الشرطة، واعتقل السوري في مبنى بعد مطاردة استمرت أكثر من شهرين أو من شهر، حيث قال المتحدث باسم شرطة ميلانو إن السوري البالغ من العمر 27 عام والمدان بأعمال عنف مع شركته السويسرية لم يكونا مسلحين لكنهما قاوما الاعتقال. ووفقا للتحقيقات الأولية كان الثنائي يستعدان للتوجه إلى أحد بلدان الشرق الأوسط بعد أن أمضيا بضعة أسابيع في هذه المنطقة التي كانت تعرفها المرأة جيدا. وقال المتحدث إن الأمر لا يتعلق بأي نشاط إرهابي بل بقصة حب. نختم أخبارنا من ألمانيا هذه المرة، حيث انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ألمانية تتعلم الزغاريد السورية من بعض الشبان السوريين، ولاقى المقطع انتشار واسع لظرافة الطريقة التي أدت بها الألمانية الزغرودة. نتابع. ونسوريا مستمر ولكن بعد لحظات.